استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة منزل أحد المواطنين بمحافظة مأرب شمالي شرق اليمن، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين من بينهم طفلة في 10 من العمر. وأفادت المصادر بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية مستمرة في استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان، رغم الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة والتزام الحكومة الشرعية بها وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.